حالات ما حدش عايز يعملها، لدرجه كان عندنا حاله صعبه قوي، فاستشرت حد من الزملاء يعني على مستوى عالي في تغيير المفاصل، فقال لي اعتذر يعني. فقلت لشريف خلاص خلاص نعمل ايه، هنعملها يعني، يعني حرام الشيك بتاعها جه وان احنا نرجعه، وهنعملها وان شاء الله هتطلع احسن ما يمكن. فعشان كده بنادي السيده ثانيه عبد الفتاح تتفضل، كان عملنا لها عمليه يعني تغيير مفصل الفخذ. يعني هي دكتور ما كانش ليها عمليه، يعني رفض الاطباء اجراء جراحه لصعوبه العمليه، و التاكل كان كبير قوي في المفصل ومحتاج شغل معين كده عشان يتظبط. بقت كويسه دلوقتي؟ طب سقفوا لها بقى. اهلا بيك. زي الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. فعلا كان ما حدش راضي يعملها لك؟ ما علشان كان جالي نزيف على المخ فكان صعب يعني. كمان جالك نزيف على المخ؟ قبليها. بس ربنا كبير بقى صح وكريم وجميل. الف حمد لله على سلامتك. اتفضلي. انت هات له امثله.